أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ مع الكاتبة هيفاء زنجنة تحت عنوان الاتحاد الأوروبي وناقوس الصراع المميت في العراق. تحدثت الكاتبة هيفاء زنجنة في مقالها بصحيفة القدس العربي عن تقرير مجموعة الأزمات الأخير وأهميته من كونه يقدم أولا صورة تكاد تكون تفصيلية عن الوضع العراقي الحالي الذي يعيشه ويعرفه المواطنون بعيدا عن تهويمات أجهزة الإعلام والصورة التضليلية التي تقدمها القوى المتنازعة ضمن منظومة الفساد السائد. وتضيف الكاتبة أثناء قراءة تقارير كهذه وإن كانت تقدم صورة واقعية فعلا أن التقارير موجهة إلى حكومات الاتحاد الأوروبي كأداة سياسية وهيكلية برنامج لغرض تسهيل وإنجاح دخول وبقاء الاتحاد في العراق قوة اقتصادية سياسية منافسة للولايات المتحدة الأمريكية. تحت عنوان العراق درء عدم الاستقرار في المستقبل القريب والبعيد، يمنحنا التقرير صورة للوضع العراقي الحالي وعددا من التوصيات الموجهة للاتحاد الأوروبي لتفعيل دوره فيه. يشير واقع الوضع السياسي والاقتصادي إلى عجز النظام الكلي وفشله حتى في إنقاذ نفسه مما يستدعي حسب التوصيات المطروحة تدخلا سريعا لوقف التدهور نحو الأسوأ، أي الاقتتال بين الجهات المتنازعة. تتحكم في النظام المحاصصة العرقية والطائفية وتوزيع الموارد وفقا لذلك، مما عزز قبضة النخبة الفاسدة على مؤسسات الدولة بعد كل انتخابات أجريت منذ عام 2005. ويمنع الفساد المستشري الدولة من تقديم خدمات عامة، وسوء الإدارة والفساد أكثر من قلة الموارد هما السبب الرئيس في منع البلاد من تحسين البنية التحتية الحيوية التي تحتاجها. عن الخطف والتعذيب في العراق كتب أحمد سعداوي مقالا في صحيفة العربي الجديد، جاء فيه: في الأسبوع الماضي المنصرم عاشت عائلة وأصدقاء الناشط البيئي جاسم الأسدي محنة شديدة بعد أن اختطفته جهات مجهولة عند أطراف بغداد العاصمة في طريق عودته إلى منطقة تشبايش في جنوب الناصرية حيث يقيم ويعمل. والأسدي من أكثر الشخصيات نشاطا في مجال البيئة وإنعاش الأهوار في الجنوب، وكان يرافق بشكل دائم الفرق الأجنبية الفنية وحتى مجموعات السياحة. وبعد 15 يوما مارس خلالها الناشطون ضغطا على الحكومة العراقية من أجل الكشف عن مصير جاسم الأسدي، أطلق سراحه أخيرا وكان في حالة يرثى لها. وبدت آثار التعذيب عليه واضحة في الصور التي ظهرت لوسائل الإعلام، ثم فاجأنا في أول تصريح له للقنوات الإعلامية بأنه وهو في 68 من عمره قد تعرض لأنواع شتى من التعذيب الجسدي ومنها التعليق في مروحة. لم يكشف الأسدي عن الجهة الخاطفة ولم تكشف الحكومة العراقية عنها أيضا، واكتفت بممارسة دور الوسيط بما يوحي بأن للجهة الخاطفة ثقلا ووزنا يجبران الدولة كلها على أن تقف على الحياد في هذه الفضيحة. لا يحتاج المراقب إلى تحقيق دقيق كي يعرف أن سبب اختطاف الأسدي لأنه داس على طرف لجهة مسلحة أو زاحمها بقصد أو من دون قصد على مصلحة معينة، وهي على الأغلب متعلقة بالاستثمار الاقتصادي للمسطحات المائية للأهوار. ليست حادثة اختطاف الأسد وتعذيبه أقل من فضيحة، وما دامت الحكومة العراقية غير راغبة بمحاسبة الجهات التي تقف خلفها فهي توصل رسالة خاطئة إلى كل المواطنين بأنهم معرضون جميعا للاختطاف والتعذيب والتعليق في المروحة السقفية من أي جهة كانت، وستقف الدولة على الحياد ولن تمارس دورها الواجب في حماية أرواح المواطنين ومصالحهم.
بسبب النظام الإيراني الحالي وتطلعاته النووية والعقوبات الدولية وميليشياته الإرهابية وقمعه للشعب الإيراني، فإن الريال الإيراني هو العملة الأقل قيمة في العالم، وكذلك فإن الدولار الذي تحول إلى مشكلة عويصة في دول مثل العراق ولبنان وإيران وأفغانستان وروسيا بجلالة قدرها، فالدول تلجأ إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية لإعادة التوازن في ظروف عجز كبيرة أو لتخفيف هذا العجز. ويؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية كما حدث مؤخرا في العراق مثلا إلى جعل أسعار السلع المستوردة أعلى بالنسبة إلى السكان المقيمين. قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية يجب أن يتم علاجه في أقرب انفراجة مالية، سواء بالاستيراد من الخارج أو تحسين الصناعة الوطنية للتنافس على السلع، وليس إرغام المستهلكين على شراء الهيكل العظمي للدجاجة المحلية مثلا، وكتابة معلومات كاذبة عن وزنها، أو فتح مزاد علني يومي في البنك المركزي العراقي لبيع الدولار مقابل الدينار العراقي عديم القيمة، ثم إرسال صناديق الدولارات المبيعة إلى إيران بحجة أنها لتسديد كلفة بضائع مستوردة من طهران إلى بغداد، أو قيمة استهلاك كهرباء وهمي مستورد من إيران. يجب أن تنتهي هذه اللعبة الإطارية المكشوفة، فقد آن الأوان أن يتصرف المسؤولون بكامل المسؤولية عن وطن له حدود وعلم وعملة وطنية ونشيد وطني. يجب إيقاف أطول مسرحية فوضوية دموية فاسدة ومملة استغرق عرضها 20 عاما. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا ذكرت فيه أن تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية للصين بشأن دعم روسيا بالأسلحة تنذر بصدع عالمي، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومتا البلدين أنهما لا تسعيان إطلاقا إلى حرب باردة جديدة. وأوضحت الصحيفة في تقرير أنه عندما ظهر كبار مسؤولي السياسة الخارجية من الولايات المتحدة والصين نهاية الأسبوع الماضي في مؤتمر الأمن العالمي في أوروبا، فقد شدد كلاهما على أن حكومتيهما لا تسعيان إلى حرب باردة جديدة. ومع ذلك فإن التحذيرات الجديدة من قبل المسؤولين الأمريكيين من أن الصين ربما تستعد لمنح روسيا أسلحة وذخيرة لحربها على أوكرانيا تنذر بأسوأ ما في الحرب الباردة القديمة. يقول المسؤولون الأمريكيون إن الصين على عكس إيران وكوريا الشمالية امتنعت طوال عام الحرب في أوكرانيا عن تقديم مساعدات مادية لروسيا. ليس هناك شك في أن دخول الصين إلى الحرب بهذه الطريقة من شأنه أن يحول طبيعة الصراع إلى صراع تاريخي يضم جميع القوى العظمى الثلاث الكبرى في العالم وشركائها في الأطراف المتعارضة. روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية تحالفت ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلفائها وشركائها الأوروبيين والآسيويين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. وكشفت التحذيرات الموجهة إلى الصين من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن إدارة بايدن تعتقد أن بكين على وشك تجاوز الخط، وعلى الرغم من أن البلدين لا يزالان شريكين تجاريين قويين إلا أن العلاقات في واحدة من أدنى مستوياتها منذ عقود، وتفاقمت بسبب الأزمة التي اندلعت بسبب بالون التجسس الصيني الذي دخل إلى الولايات المتحدة القارية في بداية هذا الشهر. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً عده روبن ديكسون وكاثرين بيلتون قالا فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو قيصر بدون إمبراطورية، وهو بحاجة ماسة لنصر عسكري كي يظل في الحكم. وأضاف الكاتبان أن الرئيس بوتين يحب تصوير نفسه بأنه بيتر العظيم أو إيفان الثالث الإمبراطور في القرن 15 المعروف بجامع الأراضي الروسية، لكن حرب بوتين التي مضى عليها عام في أوكرانيا فشلت في السيطرة على الأراضي التي يأمل بأن تكون جزءا من بلاده. هناك مخاوف كثيرة في روسيا بأنه يقودها إلى فترة مظلمة من النزاع والركود وربما أسوأ.
يقول البعض من داخل النخبة إن الزعيم الروسي بحاجة وبشكل يائس إلى نصر وبأي شكل من الأشكال كي يظل في السلطة. وقال ملياردير: في روسيا لا يوجد ولاء كامل. وبدأ غزو بوتين بنوع من الغطرسة والحماسة على أمل تغيير النظام العالمي، ولكن مع الهزائم التي تكبدها جيشه وبشكل متكرر تراجع موقعه العالمي، وأدى إلى اتهامه بجرائم ارتكبتها قواته جعلته يرد بتقوية سيطرته في الداخل، واستخدم الحرب لتدمير المعارضة أو هندسة مجتمع مغلق يعيش رهابا ومعادل للليبراليين. رجال الأعمال والنخبة في مؤسسات الحكم يرون أن موقع بوتين كرئيس محفوف بالمخاطر، حيث تزداد المخاوف والشكوك من طريقة إدارته للحرب وأساليبه. وبالنسبة للكثير من النخب، فقد قامر بوتين بالتقدم الذي حققته روسيا على مدى 30 عاما الماضية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. هذه الحلقة مستمرة، ولكن بعد الكاريكاتور. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. نقرأ في الأناضول: تضرر نحو 1,400,000 طفل بشكل مباشر من سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبية تركيا وشمالية سوريا حسب تقارير أممية، وكان 4,000 من الأطفال من بين الضحايا، في حين أن كثيرين فقدوا أفرادا من عائلاتهم أو أسرهم برمتها أو فقدوا منازلهم. ويشدد علماء اجتماع واختصاصيون في علم النفس على أهمية التكفل بالأطفال بعد الأزمات الكبرى التي تخلف صدمات، ومن بينها الزلازل. ومن بين الأساليب المتبعة علميا إلهاء الأطفال عبر أنشطة جماعية أو فردية تبث الفرح في نفوسهم. في مخيم للمساعدات الإنسانية في مدينة عثمانية التركية استمتع أطفال ناجون من الزلزال بلحظات من المرح والسعادة الذي يشبه حياتهم السابقة، حين خضعوا لرسم شوارب وآذان قطط ملونة على وجوههم من قبل متطوعين قبل أن يشاركوا في الألعاب الجماعية. هذا ما نشرته الأناضول. أما في القدس العربي، قال البحار الفرنسي التانغي دي لاموت المدير التنفيذي لشركة كانديل يو أس إن القارب C8 الكهربائي يحلق فوق الماء دون ضجيج، واعتبر أن الأمر يشبه ركوب السجادة السحرية. وتقول الشركة المصنعة له إن هذا القارب المحلق مختلف تماما لسبب واحد، ألا وهو أنه يصدر ضوضاء قليلة.
والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. براكين ثائرة، عشرات آلاف القتلى ومدن تختفي بالكامل، زلازل تبترع مدناً وتسونامي تجرف مناطق وتتسبب بتسرب نووي. ماذا تعرفون عن أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ؟ أسوأ البراكين. يعد بركان بيزوف هو الأشهر تاريخياً، عام 79 ميلادي محى مدينة بومبي الواقعة على خليج نابولي من الخارطة، قتل جميع سكانها. ظلت المدينة مطمورة تحت الرماد البركاني أكثر من 1600 سنة. يليه بركان كراكاتو الذي ألقى بحمامه عالياً عام 1883 بين جزيرتي جاوا وسومترا، ليقتل ما يزيد على 36,000 شخص، وقد سمع دويا انفجاره على بعد 4,800 كيلومتر وتسبب بظهور جزر جديدة. بركان مونت بيلي أيضا شمال المارتينيك ثار عام 1902، وقد تسبب بمقتل 30,000 شخص، واعتبر أسوأ كارثة بركانية في القرن العشرين، وقد محى مدينة سان بير الفرنسية ولم ينجو من سكانها أحد ما عدا سجينين اثنين داخل زنزانة محصنة. أما عن أحدث البراكين فكان بركان لا بالما في جزر الكناري عام 2021. زلازل وتسونامي. يعد زلزال الإسكندرية عام 365 ميلادي وما أعقبه من موجات تسونامي الأعنف عبر التاريخ، وقد أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتدمير مدينة الإسكندرية. أما في العصر الحديث فيعتبر زلزال وتسونامي المحيط الهندي عام 2004 بقوة تراوحت بين 9.1 و9.3 درجة شمال سوماترا من الأسوأ، وقد أسفر عن تصدع بين صفيحة بورما والصفيحة الهندية. أما زلزال توهوكو اليابانية عام 2011 والذي وقع بقوة 9.0 درجة يعد الأعنف خلال قرن كامل، تسبب بموجات تسونامي وصلت إلى ارتفاع 40 متراً وأسفرت عن مقتل 20,000 شخص، إضافة إلى حدوث انصهار نووي بمحطة فوكوشيما. أما عن كوارث الفيضان فيتصدرها فيضان نهر اليانغتسي في الصين سنة 1931 الذي تسبب بغرق أكثر من 150,000 شخص. فهل سيشهد العالم مزيداً من الكوارث الطبيعية المدمرة؟ ما رأيكم؟ إلى اللقاء.